ليس من المعروف عن سلوك القطط العدوانية أو الشراسة، ولكن هناك بعض الأسباب التي تجعل سلوك القطط عدوانية، ومنها تعاملها مع البيئة في الخارج وتعرضها للألم الشديد. لذا إذا كنت تربي قطتك الأليفة في المنزل، لابد أن تتعلم كيفية التعامل مع القطط العدوانية. سنقدم لك اليوم في هذا الفيديو الطرق المناسبة والصحيحة للتعامل مع سلوك القطط العدوانية أو الشرسة. قد تكون العدوانية في القطط أمر غير طبيعي، ولكن القطط بالنهاية حيوان ولديها غريزتها المفترسة. لذا في الأوقات الطبيعية يستطيع القط أن يكون عدوانيا وودودا في ذات الوقت، فهو يظهر عدوانيته مع محاولة الهجوم عليه ليدافع عن نفسه، وفي الأوقات الهادئة يظل هادئا. وقد تكون الإناث من القطط أقل حدة في العدوانية وأعلى في الود من القطط الذكور، لكن هذا في الظروف الطبيعية التي تتربى بها القطط، مثل تواجدها في بيئة آمنة أو تربيتها بين أبويها. وهناك بعض الأسباب التي تجعل من القط عدواني وشرس أزيد من الحد الطبيعي. من هذه الأسباب حالة القط النفسية قد تجعله عدواني، خاصة عند شعوره بأنه محبوس أو محاصر ولا يستطيع الهرب، فهو يتوتر بشدة وقد تظهر عليه العدوانية. كما أن القطط مثل الكلاب تماما، فهي تتعرض للتوتر والقلق عندما تشعر بالفوضى حولها أو الأصوات العالية والضوضاء، وعندما تنتقل لمكان جديد أو تقابل أشخاص جدد. وقد يكون سلوك صاحب القطة مع القطة هو السبب في جعلها قطة عدوانية، هذا إذا قمت بتشجيعها على أن تهاجم الآخرين في وقت اللعب حتى لو كان على سبيل المزاح، فهي ستفهم أن هذا الأمر مقبول وطبيعي. القطط المريضة أيضا عند اللعب معها قد تظهر عدوانيتها معك. عليك أن تلاحظ ظهور أي أعراض عندها أخرى إلى جانب شراسة قطتك، فقد تكون عدوانية هذه من شدة الآلام التي تشعر بها تجاه أي مرض آخر تتعرض له في هذا الوقت. لا تنسى أيضا أن عمر القطة يلعب دورا هام، فالقطط كبيرة السن تكره اللعب أو الحركة عكس القطط الصغيرة، وكلما كبرت القطة في السن كلما أصبحت عدوانية بعض الشيء. العدوان بين القطط بعضها لبعض، قد تكون قطتك منعزلة في المنزل بعيدا عن القطط الأخرى، لذا عند خروجها من المنزل تكون عدوانية حتى مع القطط أمثالها لأنها لم تتعرف عليهم من قبل. كذلك قد تشعر القطط بالغضب عندما تقوم بجلب قطة جديدة ليسكن معكم في المنزل، فعليك تعلم كيفية جعله يتقابل مع القط الآخر ويتعرف عليه. كذلك العدوان تجاه الأشخاص، وفي الحالتين يكون هذا بسبب انعزال القط فترة طويلة بعيدا عن الناس وعدم تنشئته اجتماعيا بشكل صحيح. أولا عليك التعامل بهدوء وصبر عند قيامك بتعديل سلوك القط الخاص بك حتى لا تغضبه أكثر وينعكس الأمر. فحتى لو رأيت قطتك تتعامل بعدوانية لا تعاقبها أو توبخ بأي شكل، فهي لن تفهم أو تربط الأمور ببعضها، وإنما ستزيد من غضبها وعدوانيتها أكثر وأكثر، فخذ أولا الأمر بهدوء تام. اترك القطة في لحظات عدوانيتها حتى لا تتعرض لأي خطر، وإذا لم تهدأ في ثوان معدودة قم بمغادرة المكان الذي تجلس به ولا تعد إلى هذا المكان مرة أخرى حتى تكون قد هدأت تماما. ثانيا لا تقم بالتربيط عليها لتهدأ، بل أظهر لها أنك غضبان من هذا الفعل السابق بدون أن تؤذيها أو توجه لها أي توبيخ كما ذكرنا. اترك لها المجال لتغادر هي، فعندما تنتقل أنت من غرفة لثانية ووجدتها في طريقك وبدأت بالأنين أو الزمجرة من جديد، أفسح لها الطريق حتى تبتعد عنك، فهي تظن في هذا الوقت أنها محاصرة ولا تقم بإعطائها أي حلوى أو تلعب معها على الإطلاق خلال هذا الوقت،
حتى لا تفهم أنك تكافئها على هذا الفعل. ثالثا، عليك أن تقوم بفهم شخصية قطك جيدا وفهم ما يثيره وما السبب في جعله يتصرف بعدوانية في هذا الوقت. وإذا استمر في تكرار هذا الفعل لمرات عديدة، قم بقول كلمة لا بشكل حازم، فهو يفهم تعبيرات الوجه ولغات الجسد ويستطيع التعامل من خلالها. وإذا توقف عن هذا الفعل، قم بمكافأته. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد وحصري.